التعليق على مباريات الدوري العام لكرة القدم يقدمه فهمي عمر. الحقيقة كان يكفي إنك تسمع الجملة دي من مذيع أو مذيعة الرابط في الإذاعة المصرية في السبعينات علشان تتأكد من فرض حالة الصمت الرهيب على كل البيوت في الصعيد، وأنا بقول في الصعيد لأنه ربما كانت بعد المسافة شوية عن السنتر عن المركز في القاهرة مخلية هذا البرنامج الإذاعي القصير المشوق التاريخي له أهمية كبيرة. بداية مساء الخير يا كابتن مصطفى، ومساء الخير والسعادة على الخال فهم عمر الإذاعي والعلم الإعلامي الكبير اللي كلنا سعداء بالاطمئنان على صحته، ويا رب دايما إن شاء الله في كل خير يا خال. الحقيقة التعليق على مباريات الدوري من الأستاذ فهم عمر الساعة 7:10 كانت دي المادة المهمة جدا اللي بتخلي كل الناس تطمن على نتائج المباريات. وقت ما كانش لا في لا تلفزيونات ولا في ماتشات بتتذاع ولا في مباريات، فبالتالي كل مباريات اليوم يكفي ان انت تسمع الدقائق القليلة جدا من الأستاذ فهم عمر عبر أثير الإذاعة علشان يطوف بيك حول الملاعب كلها. كانت وجبة في رأيي يعني الوجبة النموذجية لفن التقديم الإذاعي، في دقائق قليلة جدا يديلك ساندويتش إذاعي فيه من الإثارة والتشويق، وإنك أنت تفضل مستني الجملة لما تنتهي، وفي القاهرة احمرت الشوارع وظن كذا كذا ولكن، وتفضل مستني ولكن، ومن المحلة يقول أبو شمية أنه بعد وبعد وبعد، تفضل يطوف بيك الخال فهم عمر عبر الملاعب المختلفة عشان يقولك نتائج مباريات الدوري كانت إيه. الحقيقة ما كانش في حاجة بتقفل بيوت الصعايدة وتفرض الصمت الرهيب إلا التعليق على مباريات الدوري العام لكرة القدم من الخال فهم عمر عشان الشباب والأطفال وكل عشاق الكورة يلتفوا حوالين هذا الجهاز السحري، أو بالليل بقى السيرة الهلالية للخال أيضا عبد الرحمن الأبنودي وجابر أبو حسين عليهم رحمة الله وأطال الله في عمر الخال الكبير والإعلام الرمز ملهم كل الشباب وكل الصعايدة. الحقيقة الخال فهم عمر ربنا يديله الصحة وطولة العمر. الأستاذ فهمي عمر عالم كبير جدا من أعلام مش بس الإعلام الرياضي، لا الإعلام المصري عامة. شاهد على العصر أعتقد هتكون حلقته مع الكابتن مصطفى عبده من المؤكد أنها حاجة ثرية جدا، هيقدم النموذج الكبير لكل الشباب. الأستاذ فهمي عمر علامة فارقة ورقم كبير جدا في معادلة الإعلام المصري في تاريخه. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا خال. هتقول ايه بقى؟ هو العجيب يا كابتن مصطفى، اتفضل، رغم انه هذا البرنامج التعليق على مباراة الدوري العام انا توقفت عن ادائه عندما يعني في اوائل الثمانينات. نعم. لانه كان وسائل الاعلام كثرت، كان نعم. في تلفزيون وكان متاح بقى التليفونات، كنت تعرف ان الاتصالات بقت اسهل. وبعدين انا بقى ايه يعني زي ما تقول يعني تشبعت، والعمل بقى الاداري كرئيس للاذاعه كان يعني واخد كل وقتي، فانا قلت اتوقف والبرنامج عشان يقول ما حدش يقول الله هو لسه بيقول البرنامج ده، لا يقول الله هو البرنامج ده توقف ليه. ما هو من الحاجات اللي يجب ان يتعلمها كل اعلامي، ايوه، متى يتوقف؟ نعم، امتى يختار الوقت اللي لازم يتوقف، وامتى يختار الوقت المناسب اللي يتوقف فيه او يعني يغير جلده؟ طب انت شايف ان في وقت معين ولا حسب رغبه كل واحد وحب كل واحد للميديا نفسها؟ انا حسب قناعتي انا بقى، ترى انا قلت لك كل اللي عايز اقوله ولا لسه فاضل فيه؟ حسب قناعة الإنسان، مش عاوز حد يقرر يعني. أنا بقول لك الحكاية دي ليه؟ لأني أنا من يومين كنت راكب تاكسي وقعد جنب السواق، والله سادي قبل ما انزل قدام نادي الجزيرة بصير كده قال لي هون مش أنت فلان؟ يا خبر أبي. طبعا قلت له أنا سهل، قال لي وفضل يحكي زي ما أنت بتحكي دلوقتي. نعم. التعليق كنا بنسمعك. قلت له يا عمي ده انا حتى ما اتكلمتش، عرفتني ازاي؟ قال لي ما انا من صورك بقى. السيره الطيبه. انا يعني انا بشكر ربي سبحانه وتعالى يعني افاق علي من فضله.
يعني شوف شوف برنامج خمس دقايق سايب علامه من التمنينات لحد هذه اللحظه مع الناس. والله هذا حدث من كام يوم.